مشاهدينا مساء الخير ومساء الصحة والجمال على كل اللي بيتابعونا وبيتابعوا برنامج عيادة الصحة. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو السمنة وتأثيرها على العظام وعلى العمود الفقري. كتير مننا وزنه بيبقى زايد، بسبب زيادة الوزن ما بيقدرش يتحرك كتير والحركة بتاعته بتبقى قليلة. النهاردة هنتناقش في الموضوع ده لأنه مهم جدا، علشان كده منورنا في الاستوديو دكتور أحمد نعيم كوان، أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى دمياط العام وعضو الجمعية المصرية العربية للتغذية الصحية والعلاجية. منورنا يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذة هند، من حضرتك الله يكرمك. دكتور، النهاردة الموضوع بتاعنا مهم جدا، ومفيش يعني أكترية الشعب المصري بيبقى وزنه زايد، تمام، وده بيأثر على العظام وعلى العمود الفقري. هنتناقش في الموضوع ده مهم يعني باستفاضة أكتر بعد الفاصل. نطلع فاصل ونرجع تاني. رقبة أو في القدم من زمان أخدت علاجات كتير بدون فايدة. ليه تتعب نفسك لما ممكن تعمل علاج طبيعي في مركز كوان وبدون أي أدوية؟ مشاكل كتير بتتعالج بالعلاج الطبيعي زي آلام الظهر والرقبة وخشونة الركبة والانزلاق الغضروفي وإصابات الملاعب ومشاكل العمود الفقري وغيرها كتير. كمان عندنا أنظمة خاصة للتخسيس بدون أي أدوية وبنتائج مبهرة. مركز كوان للعلاج الطبيعي، غير نفسك وعيش حياتك. ادخل على صفحتنا واتفرج على ناس غيرت حياتها بالعلاج الطبيعي والتخسيس. مدير المركز دكتور أحمد نعيم كوان، أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى دمياط العام وعضو الجمعية المصرية العربية للتغذية الصحية والعلاجية. العنوان دمياط، مفارق السيالة أمام صيدلية دكتور دعاء العيوطي، أو اتصل على أرقامنا.
مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل حديثنا عن السمنة وأضرارها وتأثيرها على العمود الفقري والعظام. دكتور يعني مثلا أستاذ هند، دكتور في البداية عايز أعرف مركز كوان بيقدم إيه للعميل أو المريض اللي بيجي؟ مركز كوان عبارة عن مركز علاج طبيعي، بنقدم خدمات زي علاج ألم أسفل الظهر، مشاكل الرقبة، مشاكل الركبة، خشونة الركبة، تأهيل ما قبل وبعد العمليات الجراحية، في كمان قسم خاص للتخسيس وأجهزة تكسير دهون وإذابتها. تمام. ومركز كوان يتميز بان احنا ما بنكتبش اي ادويه، بنشتغل كل شغل بدون اي ادويه. وحضرتك من خدمات المركز كمان ان احنا بنعمل تاهيل لحالات الشلل النصفي والشلل الرباعي، تاهيل حالات العصب السابع. تمام. طيب يا دكتور خلينا في البدايه نعرف، لان اكتريه الناس اللي هيبقوا بيتفرجوا علينا دلوقتي بيعانوا شويه من السمنه والوزن الزايد، فاحنا عايزين في البدايه خالص نعرف يعني ايه سمنه وزيادة وزن. تمام يا استاذ، خلينا متفقين ان مفيش بيت في مصر خالي من حد فيه سمنة. اي بيت لازم يكون فيه على الاقل شخص او اتنين بيعانوا من السمنة. السمنة هي مرض العصر، والسمنة زي ما بيقولوا ام الامراض. مفيش يعني اي مرض حضرتك تدوري هتلاقي اصله اساسا السمنة. تمام. طبعا السمنة عبارة عن لو حضرتك بتستهلكي سعرات اكتر من اللي خارجة، يعني مثلا سي شخص بياخد 2000 سعر حراري، لو حضرتك خدتي في اليوم 2500 اكيد في 500 زياده هيروحوا فين؟ هيتخزنوا في صور الدهون. بس فهي السمنه ليها مشاكل كتيره جدا. هنقسمها مثلا مشاكل بطنه ومشاكل عظام. مشاكل البطنه ممكن كوليسترول، ممكن انزيمات كبد تكون عاليه، طبعا دهون على الكبد، كبد دهني، هبوط، خمول، حاجات من دي كتير جدا. واسبابها لما ندور هنلاقي اساسها السمنه. بالنسبه لمشاكل العظام طبعا الموضوع بتاع حلقتنا النهارده اللي هنتكلم فيه اللي هو الام اسفل الظهر. تمام. فالسمنه بتاثر طبعا على الظهر بطريقه كبيره جدا. كل كيلو زياده تقريبا في منطقه البطن بتضاعف على الظهر وعلى الركبه حوالي 4 كيلو. طيب يا دكتور دلوقتي في ناس ممكن تقول لك انا ما باكلش كتير بس وزني بيزيد جدا. تمام. دي بتبقى مشكلتها ايه او الوزن بيزيد من ايه؟ والله بيرجع لعده عوامل. طبعا خلينا متفقين ان اسلوب حياتنا اصلا غلط. مفيش حد اسلوب حياته صحي، بينام بدري ويصحى بدري، منظم مواعيد اكله. طبعا مواعيد الاكل دي مهمه جدا، لازم ان احنا اسلوب حياتنا يكون صحي، ان احنا نفطر من 7 ل 9 صباحا، نتغدى من 12 ل 4 الظهر. يعني اجدادنا زمان كانوا يصلوا الظهر ويطلعوا يتغدوا. لا هم دلوقتي في ناس بقى ما بتفطرش، والغدا مثلا بالفطار بيبقى على الساعه 5، بيبقى على الساعه 6، وخصوصا الناس اللي بتشتغل. للاسف ده دول ينظموا وقتهم ازاي؟ ده بيكون للاسف يعني سبب رئيسي جدا في مشاكل البطنه. ان احنا ناكل بعد الساعه 6 و7 و8 والكلام ده كله، طبعا وهناكل واكيد هنحس بخمول ودوخه وهننام. فبالتالي لازم ننظم النقطه دي. يعني في ناس بتجيلي مواعيد شغلها طبعا بيروح الساعه 6 او 7، واحد موظف في بنك مثلا او مدير بنك، فبالتالي حضرتك انا بنصح ان هو ياخد زي لانش بوكس بتاع الاطفال اللي هنتكلم عنه برضه، ان هو ياخده معاه في الشغل بتاعه. ممكن نتغدى في الوقت اللي هو من 12 ل 4، ده جميل جدا، وذروه عمل الكبد بيكون في الوقت ده اللي هو من الساعه 12 للساعه 4. طب ايه الفطار الصحي اللي اول ما اصحى مثلا من النوم ابتدي ان انا افطره؟ والله حضرتك الفطار الصحي بيكون عباره عن وجبه متكامله. لان الفطار ده اهم وجبه، ولو كلنا او فطرنا من 7 ل 9 صباحا الشهيه بتفضل طول اليوم مقفوله. فحضرتك لو احنا فوتنا ميعاد الفطار هنفضل طول اليوم جعانين. تمام. الفطار ده عامل زي البنزين اللي بيدي طاقه طول اليوم. الفطار الصحي وجبه متكامله، ويفضل يكون حبوب كامله. حبوب كامله اللي هي عباره عن دقيق اسمر او قمح اسمر، كورن فليكس، شوفان مع لبن طبعا، ممكن مع ثمره فاكهه، ممكن بعض الايام يكون فول مع سلطه، مع مثلا نص رغيف عيش اسمر. كل الكلام ده هو اللي هيسندنا طول اليوم وهيدينا طاقه. بخلاف شخص ما بيفطرش خالص هيجي بالليل هيجوع جدا، فبالليل اكيد هياكل الاكل مضاعف. في ناس بتقول لا انا بعد الساعه 5 او الساعه 6 ما اكلش، يعني احرم نفسي من الاكل علشان الوزن بيزيد في اكتر يعني في اكتر وقت اللي هو بتاع بالليل. تمام. المعلومه دي صح بقى ولا غلط؟ لا طبعا غلط جدا، غلط جدا. هسال حضرتك سؤال. حضرتك لو عايزه تخسي او لو عايزه حرقك يزيد، تمام، الاحسن جسمنا يحرق مره واحده في اليوم ولا يحرق 6 مرات في اليوم؟ بالتالي 6 مرات. 6 مرات في اليوم. فبالتالي حضرتك لما تفطري وتتغدي وتتعشي وتاخدي بين كل وجبه والتانيه سناك، يبقى دلوقتي حضرتك حرقك نشط 6 مرات في اليوم، احسن ما تاكلي وجبه واحده بس في اليوم. هما برضو في معلومات بتقول ان اللي بيمشوا على نظام مثلا دايت او كده بيستحسن ان هما ينزلوا في الوزن ببطء،
لان اللي بينزل في وقت بسرعه بيبقى ليه اضرار تانيه. هل برضو دي صحيح؟ معلومه صحيحه؟ ده حقيقي فعلا. كل الكتب العلميه يا استاذه هند، النزول العلمي والصحي من نص كيلو لكيلو في الاسبوع. اكتر من كده حضرتك بتخسي عباره عن ميه وعباره عن كتله عضليه. طبعا احنا يعني اهم حاجه لما يجي لي مريض اهم حاجه اشخصه صح. التشخيص الصح اللي هو عن طريق الان بودي. الان بودي ده عباره عن ميزان بيسهل عليه حاجات كتير جدا. الان بودي ده بيطلع لي الدهون، العضلات، الميه، الاملاح، احتباس الميه. وعايزين نتكلم عن احتباس الميه لان احتباس الميه ده يعتبر مرض العصر، اسبابه كتير جدا. تمام. فالان بودي لما نحدد الكلام ده كله بنشتغل عليه. مثلا حضرتك ممكن يكون وزنك نقول ما شاء الله 60 كيلو او 50 كيلو، ممكن حد تاني يكون نفس وزنك بس اختلاف الكتله العضليه وكتله الدهون. يعني ممكن يكون حضرتك مثلا دهونك ما شاء الله كويسه والكتله العضليه كويسه، ممكن حد يكون نفس وزنك بس جسمه منفوش شويه. منفوش شويه ده اللي هو الدهون، الدهون حاجه هشه عامله زي الاسفنج. العضلات عباره عن كتله عضليه، يعني حاجه زي بنشبهها مثلا باسفنج وحديد. فاحنا بنشيل اسفنج نحط حديد، فبالتالي ممكن الميزان يفضل ثابت. في ناس بتعمل مثلا نظام بتفضل ماشيه عليه. تمام. وتقول انا نزلت، حاسه ان انا نزلت وزن بس الميزان ثابت. والمقاسات ثابته او المقاسات فيها تغيير، معلش اسف. تمام. المقاسات لما يكون فيها تغيير افضل بكتير جدا 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 من نزول الميزان. ليه بقى؟ لان الناس دايما بيحبوا لا انا لازم انزل على الميزان يعني عشان احس ان انا ابقى اطمنت. والله لما يجي لي حد في الاول خالص بقول له يا ريت حضرتك تحتفظ بصوره حضرتك قبل وصوره بعد. تمام. يعني معانا صوره في حد نازل 55 كيلو تقريبا، ممكن حضرتك تعرضوها. تمام. حد نازل 55 كيلو باسلوب حياه صحي، بس ان هو ينام بدري، صحه بدري، اسلوب حياتنا كان كويس، زودنا الحركه شويه بالرغم ان كان في صعوبه اصلا عندها في الحركه. تمام. فالحمد لله يعني نزلنا 55 كيلو في فتره يعني يعتبر افضل بكتير جدا من العمليات الجراحيه. تمام. تمام. طب يا دكتور، بيبقى في علاقه بين زياده الوزن والسهر؟ طبعا طبعا. في هرمون اسمه الليبتين. احنا الصوره معانا يا دكتور. تمام. استاذه ميسا نازله معانا في المركز تقريبا 55 كيلو. هي كانت وزن كام في الاول؟ 120 تقريبا، 120. وحضرتك زي ما حضرتك شايفه كده تقريبا وصلنا للستينات او السبعينات. ده حلو جدا. في اواخرها يعني. ما شاء الله بدون كبسوله واحده، بدون اي ادويه. بس يعني انت مجرد بتتبع انظمه غذائيه سليمه وصحيه. انظمه غذائيه بس وجلسات تكسير واذابه دهون. فالحمد لله وصلنا للنتيجه دي. وطبعا كان في الاول صعوبه في الحركه، في نهجان، في مشاكل كبيره جدا. طبعا كل ده الحمد لله عالجناه من غير اي اضرار جانبيه، والحمد لله بقينا في صحه افضل. تمام يا دكتور. برضه عايزين نرجع للسؤال اللي قلته لحضرتك، علاقه زياده الوزن والسهر. السهر. تمام. بص حضرتك، اولا السهر لما ننام بالليل في الضلمه، في الضلمه زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان زمان بيصلوا العشاء ويناموا. تمام. حضرتك دلوقتي لما نفضل سهرين في هرمون اسمه الليبتين، الهرمون ده بيتفرز بالليل واحنا نايمين. ده هرمون الجوع والشبع. لما حضرتك تنامي بالليل تمام هنفضل طول اليوم يعني شبعانين. لما حضرتك تنامي الصبح الهرمون ده بالليل ما اداش وظيفته. فبالتالي هتحس طول اليوم بجوع والشهيه هتكون مفتوحه. تمام. طبعا بيزيد برده مقاومه الانسولين للجسم. بالاضافه للاكتئاب والارق والكلام ده كله. وبعدين لو حضرتك متذكره اول حلقه اتكلمنا عن اسلوب الحياه الصحي هو الاساس ان احنا ننزل كويس. فحضرتك لما تفضلي سهرانه طول الليل اكيد مش هتفطري من 7 ل 9 الصبح. فالفطار في الوقت ده هو المقياس بتاعنا. لو احنا نمنا بدري وصحينا بدري اوعدك انك هتنزلي في الوزن كويس، او على الاقل على الاقل لو انت بتلخبطي في الاكل هتفضلي محافظه على وزنك المثالي. طيب دكتور، برضو عايزين، انت قلت معلومه عن احتباس الميه، عايزين نتكلم ايه هو احتباس الميه في الجسم؟ احتباس الميه ده انا بقول عليه ان هو مرض العصر. اسبابه كتير جدا، او يعني اهمها قله شرب الميه. حضرتك لما تشربيش ميه جسمنا بيكون عامل زي الجمل اللي ماشي في صحراء. فحضرتك ما تشربيش ميه كويس ايه اللي هيتم؟ مش هيخرج ميه، مش هنعرق كويس، سوري مش هنعمل يورين كويس. تمام. فبالتالي جسمنا بيحبس الميه دي. تخرج ازاي؟ اولا ننام بدري ونصحى بدري. ثانيا نشرب ميه كتير. والاهم من كده طبعا في ادويه بتعمل احتباس ميه كتير جدا، ودي مشكله يعني ممكن تفرق كتير في الموازين. يعني حضرتك ممكن لما تصحي الصبح تلاقي نفسك يعني بنقول عليها منفخه شويه. ده بيكون احتباس ميه. يعني في ناس ما تعرفش الصبح تلبس الدبله وتقلعها. تمام. اخر اليوم تلاقيها بتتحرك معانا بسهوله. ده طبعا احتباس الميه. احتباس الميه من ضمن اسبابه اولا شق ادويه، شق اسلوب حياه غلط. نتكلم عن الادويه. الادويه مثلا ادويه منع الحمل. ادويه منع الحمل هي دي بتعمل احتباس ميه كتير جدا. تمام. تاني حاجه ممكن بعض الادويه زي المسكنات زي المضاد الحيوي بيعمل احتباس ميه كبير جدا. تمام.
بعض الادويه الاخرى ادويه الاكتئاب الكلام ده كله بتعمل احتباس ميه كتير. هنتكلم عن شق اسلوب الحياه. اسلوب الحياه طبعا الملح دلوقتي والتيك اواي والجانك فود والكلام ده كله في اكلنا كتير جدا، فبالتالي لما حضرتك تستهلك الحاجات دي جسمنا بيحبس ميه كتير جدا. تمام. شرب الميه عليه عامل كبير جدا، كل ما شربنا ميه كل ما جسمنا ساب ميه من المحتبسه في جسمنا. طيب ازاي لو حد عنده احتباس ميه ازاي مثلا اقدر اعالجه او ازاي اتجنبه؟ بص مع شرب الميه. شرب الميه طبعا السوائل، اولا احنا بنعرف في احتباس ميه ولا لا عن طريق ممكن الشخص يكون بيحسه عن طريق يعني ايده، ممكن نضغط على ايدينا مثلا نشوف في تورم ولا لا، لو في تورم طبعا ما بيخرجش تاني. تمام. تاني حاجه طبعا اجهزه الانبادي بتحدد لي نسبه احتباس الميه في الجسم ونسبه الميه اصلا اللي احنا بنشربها. تمام. طيب يا دكتور برضو في مشكله بتواجه الاطفال. أيوة. بتلاقي اطفال مثلا سنها صغير وزنها زايد جدا، لما بييجوا يتحركوا تلاقي عرق وبقى ينهج ويحرم مش قادر حتى يلعب مع بقيه الاطفال اللي في سنه من زياده الوزن. اكيد طبعا ده برضو بيبقى سببه يعني النظام اللي هو ماشي عليه غلط والاكلات اللي بياكلها. تمام. ولا ممكن تبقى حاجه تانيه غير بقى الاكل والحاجات دي؟ والله حضرتك ده يرجع للاب والام في البيت. الاب والام في البيت هم الاساس. يعني مثلا جالي واحد وزوجته الاثنين ما شاء الله كتير جدا في الوزن، تمام، ومعهم ابنهم يعني اكيد طبعا عشان اسلوب حياتهم هم وصلوا لكده، فابنهم نفس المنظر بالظبط. يعني هو حتى بيقول لي اعمل ايه لابني، قلت له لا. ساعات دي بتبقى وراثيه. هي وراثه بس انا دلوقتي عم بتكلم عن اسلوب الحياه في البيت. الاب والام طبعا لما يتعشوا بالليل رز، لما ياكلوا بالليل تكاوي، اكيد هو كمان هياكل معهم. يعني هو طفل لا حول له ولا قوه، اكيد هيشوفهم هياكل معهم. تمام. دي حاجه. تاني حاجه شنطه المدرسه. شنطه المدرسه طبعا لازم نحط فيها ايه؟ الاب والام. انا بتكلم على الاب والام. المفروض الصبح هو نازل طبعا ما نحطش عيش ابيض، كايزر اللي منتشر دلوقتي، الفين والكلام ده كله، لا. احنا نحط مثلا نص رغيف عيش اسمر مثلا للطفل او رغيف كامل، مع طبعا اكل صحي، نكتر من الخضروات والفاكهه، نحاول نقلل ان احنا نديله مصروف على القد، يعني ياخد حاجه متطلباته بس، سواء بيركب مواصلات، سواء مثلا في حاجه ضروريه بيعملها ياخد مصروفه على القد بالظبط، ونحاسبه لما يرجع انت جبت ايه بالحاجات الفلوس اللي انت خدتها. تمام. يعني لازم يبقى في متابعه من الام والاب برضه. الاب والام. الطفل لا حول له ولا قوه. تمام. الطفل شهواني، يعني هيشوف كيس شيبسي، هيشوف مثلا حد قاعد جنبه بياكل شيبسي، هيقول ايش معنى، هو هيروح فعلا يجيب زيه. تمام. طيب يا دكتور. طيب تمام اتفضل. تمام. احنا عايزين نحط طبعا للطفل في الشنطه بتاعته يكون في فاكهه، يكون في خضروات عشان لما يجوع ياكل. نحط له طبعا لبن، علبه لبن، في علب لبن صغيره ممكن ياخدها معاه، علب زبادي ممكن ياكل معاه، طبعا الشيبسيات والكراتين منها تماما خالص. طيب يا دكتور، هو الجسم بيبقى محتاج، في ناس كتير بتحب تشرب مثلا العصاير مسكره جدا، الشاي بيبقى فيه نسبه سكر زياده، الجسم اصلا بطبيعته بيبقى محتاج قد ايه سكر في اليوم؟ والله الجسم في اليوم محتاج يعني حاجه لا تذكر من السكر، وممكن حضرتك تاخديها من قطم التفاح. يعني ناس كتير جدا بتجيلي اقفل مع الكشف الاقي بياخد مثلا حوالي 20 سكر معلقه سكر في اليوم، ده طبعا كتير جدا. فانا بنصحه انك تعوض السكر ده عن طريق سكر الفاكهه. لو صعب ممكن في الاول تاخد عسل. تمام. ممكن نستخدم بدائل صناعيه بس انا مش معاها قوي. تمام. ممكن نستخدم بدائل صناعيه. ممكن حضرتك برضو ان احنا لما نبقى عايزين حاجه مثلا، في ناس مدمنه حاجه ساقعه، نستبدلها بعصير فريش. اي كميه عصير فريش تشربيها براحتك خالص، طبعا اكيد افضل من المواد الغازيه. طيب يا دكتور برضو عايز اسالك على سؤال مهم. طبعا المشروبات الغازيه احنا عارفين ان هي بتزود الوزن جدا. تمام. في ناس بتشربها ووزنها بيفضل ثابت، ده بيبقى سرعه حرق جامده يعني وكده ولا ايه؟ الطبيعي احنا لنا سعرات في اليوم. لو سعرات حضرتك اكتر من يعني اللي داخل اكتر من اللي خارج، الطبيعي ان احنا نزيد. تمام. فحضرتك لما تاخدي حاجه ساقعه، لما تاخدي مشروبات غازيه عامه، فوزن حضرتك كويس، اصل هو برده ممكن يكون شخص نشيط او بيعمل مجهود، بس دي مش حاجه برده نقول ان يعني مش حجه يعني. تمام. ممكن يكون عنده مشاكل لا قدر الله، ممكن نعمل تحليل بول، تحليل براز، ممكن نلاقي فيه اميبا، ممكن نلاقي مثلا مشاكل في البول، ممكن يكون فيه انيميا اصلا. تمام. ففي مشاكل، ده شخص نحيف، ممكن يكون في مشكله في الغده الدرقيه. تمام. الغده الدرقيه ممكن تبقى نشطه شويه، فما بياكل بيحرق كتير، بس دي مش حاجه كويسه. انما الطبيعي لما اكل حاجه زياده تظهر عليا. انت تساوي ما تاكله، انت تساوي ما تاكله، يعني كل حاجه انت بتاكلها لازم تظهر عليك. يعني مش شخص بياكل خضروات وفاكهه والبان ومنتجات البان خالي الدسم وميه كتير زي واحد طول النهار قاعد بياكل من الشارع.
أنت تساوي ما تأكل. تمام يا دكتور. دلوقتي كل الناس اللي بيتابعونا عايزين يوصلوا لنقطة مهمة جدا، هو إزاي أخس؟ إزاي أخس؟ أولا لما نعمل انبادي بيطلع لنا معامل الكتلة. معامل الكتلة ده اللي هو بادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس ده اللي هو حضرتك الوزن على مربع الطول. فأولا بنحدد احنا في أنهي شريحة من شرائح السمنة. السمنة شرائح. تمام؟ يعني سي مثلا وزن شخص 120 طوله 170. معامل الكتلة بتاعنا اللي هو البادي ماس اندكس عبارة عن الوزن على مربع الطول، يعني 120 على 170 في 2 مربع الطول، فهيساوي كام؟ هيساوي 41.5. 41.5 احنا في شريحه اسمها سمنه مرضيه. ده مؤشر الكتله. ده مؤشر الكتله او معامل كتله الجسم، بادي ماس اندكس. ده حضرتك احنا في شريحه اسمها سمنه مرضيه. السمنه المرضيه دي من 40 ل 50. طبعا هتعامل معاها غير الشخص اللي زياده وزن. تمام؟ فطبعا معامل الكتله ده من 19 ل 25 وزن مثالي، اقل من 19 طبعا نحافه. من 19 ل 25 ده وزن مثالي، ممكن اي حد في البيت يحسبها، هنقولها تاني. مربع الوزن على مربع الطول. تمام؟ حضرتك احسبها وشوف نفسك وراجع معايا. من 19 ل 25 ده وزن مثالي، من 25 ل 30 زياده وزن. اوفر ويت. اللي هو بقى يبتدي ينزل في الوزن شويه. اوفر ويت، يعني هو وزننا كويس بس في اماكن مش راضيين عنها قدام المرايه. تمام؟ بعد كده في عندنا سمنه درجه اولى اللي هي من 30 ل 35. من 35 ل 40 اسمها سمنه درجه ثانيه، من 40 ل 50 سمنه مرضيه، فوق كده للاسف يعني سمنه مميته. السمنه المرضيه والمميته من اسمها ضغط سكر، تصلب شرايين، مش طبيعي ان يعني مش معقول كل الناس في شريحه السمنه المرضيه عندها الحاجات دي، ممكن يكون عندك كلها او جزء منها او بعضها يعني. تمام؟ دي شرائح السمنه. تمام. طب دلوقتي ايه النظام اللي ممكن اي حد يمشي عليه في البيت يحاول ان هو ينزل من وزنه شويه؟ تمام، سؤال مهم جدا يا استاذه هند، لان طبعا دي مشكله الشعب المصري كله خلاص، او زي ما قلنا ان في كل بيت حد بيعاني من في ناس كتير ما بتقدرش مثلا ان هي تروح مثلا تتابع مع دكاتره، تتابع مع دكاتره، فاحنا عايزين نقول لهم حاجه كده بسيطه ان هم يمشوا عليها في البيت. تمام، حاجه بسيطه. اولا حضرتك تنام بدري وتنام في الضلمه، في الضلمه عشان هرمونات جسمنا تشتغل كويس. تمام؟ نصحى بدري. تمام؟ نحاول نعمل اي مجهود الصبح بدري، نشرب كوبايتين ميه اول ما نقوم من النوم. تمام؟ ممكن نشرب لو ما فيش عندنا مشكله في المعده او ضغطنا واطي، ممكن نشرب كوبايه شاي اخضر مثلا، سلطه خضراء، وبلاش يكون فيها طماطم. خلاص، لان الطماطم برضو بترفع احتباس الميه شويه، او بلاش املاح عامه، ممكن ناخدها سمره في الاسبوع او حاجه. تمام؟ يبقى احنا فطرنا بدري. تمام، نزلنا رحنا شغلنا، هناخد معانا لانش بوكس. انا بعمل كده وانا رايح العياده، باخد معايا لانش بوكس. تمام، مش هتفرق معانا يعني، هي خمس دقايق ممكن حضرتك تاكلي تفاحه، اي ثمره فاكهه، بس بتجدد جسمنا وبتدينا طاقه. تمام، فدي بقى مهمه الزوجات في البيت. تمام، فلازم زوجه حضرتك تديك لانش بوكس وانت نازل مع يعني، وهي بتجهز لانش بوكس لابنها تجهز لحضرتك. تمام، دي حاجه. تاني حاجه ندخل على وقت الغداء، اللي احنا قلنا يفضل يكون من 12 ل 4 في ذروه عمل الكبد عشان جسمنا ما يخزنش دهون. فحضرتك لما تتغدي من الساعه 12 ل 4 طبعا الشهيه بتكون مش مفتوحه قوي. وحاجات برضو بتقفل الشهيه، يعني ناس كتير جدا بتعاني ان الشهيه بتاعتها مفتوحه، بياكلوا كتير. فحضرتك هنشرب قبل الاكل برضو ميه وسلطه خضراء، وممكن كوبايه شاي اخضر لو ما فيش مشاكل بطنه، ونتغدى بروتين. نبدا الاول بالبروتين، يكون مشوي او مسلوق، طبعا بروتين نباتي او حيواني، اي حاجه براحتنا خالص. تمام. طبعا لو في حاجه فيها جلد بنشيلها، مع طبق خضار، مع او خضار او سلطه لو ما فيش خضار، مع نشويات. نشويات ممكن تكون كميات قليله، يعني 4 معالق رز بس. تمام. ممكن يوم بلاش نشويات خالص. النشويات اصلا انا شايف ان هي يعني ملهاش لازمه قوي، بس قلتها بتعمل اكتئاب، يعني ممكن ناخدها بحد اقصى مرتين في الاسبوع. تمام. بعد كده ناخد برده، ممكن ناخد سناك في الفتره اللي هي ما بين الغداء والعشاء. والعشاء عندنا من 7 ل 9 بالليل، وطبعا ننام بعد الاكل بساعتين. العشاء يفضل يكون علبه زبادي، ويفضل تكون خالي الدسم. تمام يا دكتور. دلوقتي مثلا انا جيت تابعت مع حضرتك ومشيت مع النظام وكل الحاجات اللي انت هتقولها لي ان انا انزل وزن. تمام. وفعلا وزني نزل وبقى ملحوظ جدا. تمام. بعد ما الوزن نزل بقى عايزه احافظ على وزني علشان ما ارجعش الوزن المثالي. علشان ما ارجعش للوزن اللي انا كنت فيه قبل كده، اعمل ايه؟ ازاي احافظ عليه؟ تمام. هنعمل حاجه بسيطه بس، هنحسب سعراتنا. سعرات حراريه ممكن نجيبها من على النت، ممكن حد يكلمنا على صفحه المركز نبعتها له، مفيش مشاكل. يعني السعرات الحراريه حضرتك بتحسبيها، انت اولا بتعملي ان بودي وتشوف حضرتك وصلتي. مفيش حاجه اسمها وزن مثالي، في حاجه اسمها نسبه دهون مثاليه، في حاجه اسمها نسبه عضلات مثاليه، في حاجه اسمها نسبه ميه مثاليه، في حاجه اسمها عمر بيولوجي يكون برده مثالي.
تمام. فلو حضرتك دهونك وصلت ان هي تكون مثاليه بغض النظر عن وزننا خلاص، لان شكلنا هو الاهم، الشكل يكون متناسق. تمام. لو عضلتنا وصلت للوزن المثالي بتاعها، كتلة عضلية بقت مثالية، هنقدر نتحرك، هنخف الحمل عن ظهرنا. تمام. بعد كده نحسب سعراتنا. السعرات الحالية يعني لو حضرتك محتاجة في اليوم مثلا سي 2000 سعر، ممكن حضرتك تاخدي 1500 سعر. تمام. ممكن حضرتك تحافظي على مشروب حارق حاجة في اليوم، مفيش حاجة اسمها مشروب حارق، هو مشروب يعني نشط حرقنا شوية، يعني ممكن حضرتك شاي أخضر برضه لو مفيش مشاكل في المعدة، لو ضغطنا كويس ممكن شاي أخضر، ممكن كوباية قرفة، ممكن حضرتك تتحركي كل يوم نص ساعة. يبقى في لايف ستايل مختلف، مفيش حاجة اسمها رجيم، في حاجة اسمها لايف ستايل. اللايف ستايل الصحي يعني زي ما قلت من شوية، حضرتك أنت تساوي ما تأكليه، أي حاجة هتاكليها هتظهر عليك، وشنا هيكون كويس، لما نشرب مية كتير مفيش هيبقى تجاعيد مع السن وهكذا. دكتور احنا دلوقتي اتكلمنا عن السمنة باستفاضة جدا، وازاي ننزل وزننا، وازاي حتى اللي مش قادر يتابع مع دكتور ممكن يعمل نظام ايه في البيت علشان يمشي عليه ويحاول ان هو وزنه ينزل شوية. هنرجع بقى، هنطلع فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل تأثير السمنة على العمود الفقري والعظام. نطلع فاصل ونرجع تاني. بتحس بألام في الظهر والرقبة أو في القدم من زمان؟ أخدت علاجات كتير بدون فايدة؟ ليه تتعب نفسك لما ممكن تعمل علاج طبيعي في مركز كوان وبدون أي أدوية؟ مشاكل كتير بتتعالج بالعلاج الطبيعي زي ألام الظهر والرقبة وخشونة الركبة والانزلاق الغضروفي وإصابات الملاعب ومشاكل العمود الفقري وغيرها كتير. كمان عندنا أنظمة خاصة للتخسيس بدون أي أدوية وبنتائج مبهرة. مركز كوان للعلاج الطبيعي، غير نفسك وعيش حياتك. ادخل على صفحتنا واتفرج على ناس غيرت حياتها بالعلاج الطبيعي والتخسيس. مدير المركز دكتور أحمد نعيم كوان، أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى دمياط العام، وعضو الجمعية المصرية العربية للتغذية الصحية والعلاجية. العنوان دمياط مفارق السيالة أمام صيدلية دكتور دعاء العيوطي، أو اتصل على أرقامنا.
مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه مكملين مع دكتور أحمد نعيم كيوان، أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى دمياط العام، وعضو الجمعية المصرية العربية للتغذية الصحية والعلاجية. وزي ما قلنا قبل الفاصل إن احنا نتكلم عن تأثير السمنة على العمود الفقري والعظام يا دكتور، وعايزين نوضحها للمشاهدين بشكل عام، إيه الأضرار السمنة على العمود الفقري والعظام؟ تمام، خلينا الأول نتكلم إيه هو العمود الفقري. العمود الفقري عبارة عن سلسلة فقرات مع غضاريف مع اربطه مع عضلات. تمام، العمود الفقري بيتكون من ايه؟ بيتكون من عده فقرات، هنقسمها مجموعات. اولا في فقرات عنقيه، الفقرات العنقيه دي عددها 7 فقرات. تمام، السبع فقرات دول اول فقره، يعني فقره رقم 1 و2 بتبدا من تحت الراس على طول. وضعها التشريحي مختلف عن باقي الفقرات التانيه. يعني احنا في الفقرات العنقيه بخلاف باقي الفقرات عندنا 5 غضاريف بس مع انهم 7 فقرات. باقي الفقرات عندنا الفقرات الصدريه وعددها 12، بعد كده فقرات قطنيه وعددها 5 فقرات، بعد كده فقرات عجزيه. ده هو العمود الفقري. عشان نكون فاهمين احنا بنتعامل مع يعني اذكى حاجه وربنا خلقها. ده الوضع التشريحي بتاع العمود الفقري. بالنسبه لالام اسفل الظهر، في احصائيه منظمه الصحه العالميه عملتها ان 80% 80% من الناس حصل لها لجزء او لفتره من فترات حياتها الم اسفل الظهر. تمام، 80% دول منهم 90% خفوا بالعلاج الطبيعي والعلاج التحفظي، اللي هم خفوا خلال من 6 أسابيع ل3 شهور. في 10% للأسف بيلجأوا لحلول تانية، حلول جراحية مش هنتكلم فيها. تمام يا دكتور، هنرجع نكمل كلامنا عن مشاكل أسفل الظهر، بس هناخد معانا اتصال. أحمد مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل الدكتور بعد إذنك؟ اتفضل دكتور معاك. الله يخليك. بعد اذنك يا دكتور، انا جربت التخسيس بس في مناطق بتخف، يعني المناطق اللي تحت زياده والمناطق اللي فوق بتخس، وشي بس هو اللي بيخس وجسمي من تحت بس هو مليان. فده ليه علاج؟ انا طيب. جربت كذا مره يعني. حضرتك اصلا استاذ احمد كام سنه؟ انا 34. 34، عند حضرتك اي مشاكل صحيه؟ لا لا، ما عنديش مشاكل صحيه. ما فيش مشاكل صحيه. تمام. طيب حضرتك ايه النظام اللي بتمشي عليه؟ هو كان في اقراص، كان رحت للدكتور وقال لي في اقراص قبل الاكل باخدها. تمام، اقراص بس، لكن حضرتك ما اتبعتش نظام غذائي صحي؟ لا، النظام الغذائي لا. تمام، طيب حضرتك طبيعه شغلك ايه بعد اذنك؟ سواق. سواق، يعني بنقعد كتير؟ اه. يعني عشان بنقعد كتير للاسف الجزء اللي تحت هو اللي مليان شويه وما فيش حركه كتير. فحضرتك تمام. يعني انصحك مبدئيا انك تظبط مواعيد اكلك، يعني مواعيد الاكل تتظبط. حضرتك لازم تتحرك شويه، احنا بنقعد كتير جدا، فلازم على الاقل نمارس يوميا نص ساعه مشي. نص ساعه مشي مع تظبط مواعيد اكلك، وممكن حضرتك تتبع التعليمات اللي احنا قلناها في بدايه الحلقه. فايز اتصال تاني؟ لا تمام يا دكتور، شكرا. استاذ احمد ناخد اتصال تاني، معلش يا دكتور. تمام، اتصالات كتير جدا. استاذ عماد الخط فصل، حاول اتصال بينا مرة تانية. أستاذ عماد، نرجع نكمل كلامنا عن مشاكل أسفل الظهر. تمام يا فندم. مشاكل أسفل الظهر زي ما اتكلمنا فيها إن هي بتحصل 80% حسب إحصائية عملتها منظمة الصحة العالمية. تمام، مشاكل آلام أسفل الظهر في منها جزء ممكن يكون في العضلات. وفي ناس بتخطأ جدا في التشخيص، إن هي ممكن تكون المشكلة يقول لك لا أنت عندك انزلاق غضروفي، مع إن المشكله بتكون في العضل ذات نفسه. يعني بيبقى فيه اشتباه مثلا بين الانزلاق الغضروفي. بالظبط، فلازم يكون في فحص سريري او فحص يدوي عشان نفرق ما بينهم. بالاضافه طبعا لو في دكتور بيطلب ام ار اي اللي هي الاشعه الرنين، بنقدر نشوف المشكله فين بالظبط. يعني احنا بنتاكد بالاشعه اولا، والفحصات. الفحص السريري اولا، بعد كده الاشعه. ثانيا لو عملنا ام ار اي اللي هي الاشعه الرنين لكل الناس اللي ماشيه في الشارع، هتلاقي تقريبا من 20 ل 30% منهم عندهم غضروف وهم مش حاسين اصلا. تمام، فالغضروف ليه مشاكل كتيره جدا، نعرفها ازاي ونفرق ما بينها وما بين الم اسفل الظهر. هرجع لحضرتك تاني عشان نعرف نفرق بينها ازاي. تحت امرك. هناخد مداخله. استاذه هدى. ايوه يا فندم. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اتفضلي الدكتور احمد معاكي. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا استاذه هدى. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. انا كنت بشتكي بس ان انا عندي 10 كيلو ومش عارفه انزلهم ازاي. تمام، حضرتك سنك كام يا استاذه هدى؟ 32. مدام ولا انسه؟ مدام يا فندم. مدام،
طبعا حصل حمل وولاده قبل كده؟ اه معايا طفلين. معاك طفلين، طبعا ولاده قيصري. اه قيصري. اه تمام. طيب في عند حضرتك اي مشاكل لا قدر الله يعني بطنه او حاجه؟ لا الحمد لله رب العالمين. تمام. بتاخد اي علاج لاي حاجه؟ لا باخد بس علاج لتساقط الشعر بس. تمام تمام. طيب حضرتك يعني اسلوب حياتك عامل ازاي؟ ما فيش، هو بس احنا بنفطر وبنتغدى مثلا على الساعه 6، لكن ما فيش عشاء. ايوه بنتغدى الساعه 6. نفس اللي قلته. نفس اللي احنا قلناه. لازم ان احنا يعني بكتير جدا يعني هم 10 كيلو مش حاجه خالص، ما همش حاجه. هو انا وزني 72، انا كنت عايزه بس مثلا اوصل لل 60 كده يعني. تمام. ان انا اللبس مضايقني. تمام. بص حضرتك يا استاذه هدى، ما تقوليش انا عايز انزل 10 كيلو. تمام؟ تمام. تمام. ممكن نعمل ان بادي في اي مكان. نعمل ان بادي ونشوف احنا عايزين ننزل دهون قد ايه. ايوه. تمام؟ يعني المقياس بتاعنا الدهون والعضلات ومقاسات لبسنا. ما تعتمديش ان حضرتك عايزه تنزلي 10 كيلو، لا ده يعني معلومه خاطئه جدا. فشوفي حضرتك دهونك وعضلاتك وبناء عليه نبدا نحل المشكله صح. تمام؟ طيب يا دكتور، يعني انا اروح لدكتور متخصص مثلا؟ بالظبط، حضرتك توجهي لاقرب طبيب او اخصائي علاج طبيعي او تغذيه علاجيه. تمام؟ وحضرتك بنعمل ان بادي وبناء عليه بنشتغل. لان في عوامل كتيره جدا سبب في اسباب زياده الوزن، مع الكشف بنقدر نحددها. تمام يا دكتور. تمام. تحت امرك، تحت امرك. شكرا يا استاذه هدى. بحب افكر المشاهدين وكل الناس اللي بتتابعنا ان ارقام دكتور احمد موجوده معانا على الشاشه وعنوان المركز اللي يحب يتواصل معاه بعد الحلقه علشان ينزل في الوزن زي الصوره اللي احنا شفناها في بدايه الحلقه. نرجع نكمل كلامنا يا دكتور، ازاي افرق بين الالم؟ تمام. اولا نفرق بين الالم، في عندنا نوعين من الالم، الم شديد والم بسيط. تمام. تمام. الالم هو منبه رباني، ربنا خلقه. الالم يعني منبه، لما يكون في مشكله جرس منبه بيرن، فما نقفلش المنبه وخلاص، بنقفله بايه؟ المقصود بايه؟ ان احنا بناخد مسكن. تمام. فلما تاخدي مسكن حضرتك بتقفلي الالم، بس بيظهر بعد شويه، بيعمل سنوز تاني. فاهم حاجه ان احنا لما يحصل الم نعالج السبب مش نعالج العرض. انواع الالم، اولا لازم نعرف الالم فين. يعني لو احنا عندنا مشكله في الفقرات العنقيه مبدئيا، العنقيه ممكن تسمع في ايدينا، ممكن تعملنا دوخه، ممكن يبقى فينا سبازم اللي هو شد عضلي. تمام. لو يعني عندنا هو الوجع ممكن يسمع في اماكن ثانيه، ممكن يسمع في اماكن ثانيه بالظبط، وده بنعرفه من التشخيص ومن فحص الحاله. وبالعكس ممكن فقرات تسمع في اصابع معينه. تمام. ممكن الفقرات معينه تسمع في مكان معين في ايدينا. ممكن في ثلاث صوابع يتاثروا، ده لو فقره معينه. ممكن صابعين ثانيين يتاثروا لو فقره معينه برضه، ده بالنسبه للفقرات العنقيه. فاحنا الاول لازم قبل ما نقول او نعرف طبيعه الالم، نعرف طبيعه الوجع فين اصلا. الالم ممكن يكون موجود اسفل الظهر. اسفل الظهر بيسمع فين؟ في الاعصاب الوركيه. يعني بينزل في الرجلين، لو في الرجل من تحت. في الرجل من تحت. تمام. وعلى حسب درجه الضغط بتاعنا، على حسب درجه الضغط الغضروف بيكون خارج بره، ممكن يكون خارج ناحيه اليمين يسمع في الناحيه اليمين في رجلينا. التنميل ممكن يوصل لصوابع الرجلين، ممكن يوصل لبطن الرجل، بس ممكن يكون في الفخذ من فوق. هنرجع يا دكتور معلش عشان بقطعك، هنرجع نكمل الام الغضروف فين بالظبط، بس هناخد مداخله معانا. عزه مساء الخير. ايوه مساء النور. اتفضلي. وعليكم السلام. اتفضلي الدكتور معاكي. لو سمحت يا دكتور. امريني يا استاذ عزه. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 28 سنه. تمام يا استاذ عزه. وعندي وزني 54 كيلو. تمام. بس انا يعني عندي التهابات شديده في ظهري. التهابات فين يا فندم؟ وعندي ايه؟ التهابات فين يا فندم؟ في ظهري. في الظهر. اه تمام. وعندي فقره مزحزحه. فقره مزحزحه. تمام. بس فانا عايزه اسال حضرتك، يعني ممكن تروح مع ولا لازم العلاج؟ خايفه من العمليه مثلا كده. تمام. هو اولا درجه الفقره المزحزحه دي قد ايه بالظبط؟ حضرتك عارفه ولا مش عارفه؟ هو الدكتور قال لي فقره مزحزحه شويه يعني. تمام. شويه بسيطه ولا شويه كتير ولا؟ بص حضرتك يعني هي باينه في الاشعه داين يعني بسيطة. تمام. في ألم في رجل حضرتك أو حاجة؟ رجلي الاثنين. رجلك الاثنين، طب في تحكم في البول كويس ولا صعب؟ لا أنا لا أنا عندي التهابات أصلاً. في التهابات أصلاً. تمام. أنا صراحة تمام. طيب نحاول إن احنا نجتهد مع نفسنا ونقلل الوزن شوية. تمام. ظهرنا هيرتاح شوية. بس الحالة دي بالذات لازم يكون في فحص ولازم نشوف الأشعة بتاعت حضرتك. تمام.
تمام تحت امرك. شكرا استاذ عزه. معانا مداخله كمان استاذ عمرو. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ حضرتك ممكن اتواصل مع الدكتور احمد؟ الدكتور معاك بس معلش ممكن توطي صوت تعلي صوت حضرتك شويه. ماشي يا فندم مع حضرتك اهو. اهلا وسهلا استاذ عمرو. تمام الدكتور معاك. مع حضرتك يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا. الله يكرمك. الحمد لله. اتفضل. استاذ حضرتك والله انا كنت بلعب كوره مع زميل ليا ووقعت رجليا جت تحت جسمي كده وانا بلعب كوره. تمام. تمام المهم عملت رنين وكده الدكتور شخص لي الحاله ان في قطع في الغضروف الهلالي. قال لي قطع بسيط. قطع جزئي يا فندم ولا قطع كلي؟ لا قطع جزئي. قطع جزئي درجة أولى ولا تانية يا فندم؟ هو والله ما شخصتيش بالظبط أولى ولا تانية بس هو قال لي مش محتاج يعني العملية. تمام يبقى الحالة دي حضرتك تلجأ لأقرب مركز علاج طبيعي يا فندم. طب هي الحالة مثلا صعبة مثلا ولا بسيطة؟ لا هو القطع الجزئي سهل جدا بسيط جدا. حضرتك بتحس بتورم في رجلك أو حاجة؟ لا هو الحمد لله مفيش تورم ولا رشح ولا الكلام دوت. طب الحمد لله بس تمام. هي ممكن تكون بس يعني صعبة في تسمع حوالين الركبة. تمام ده طبيعي جدا وبتسمع في بطن في 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 الركبة من ورا. تمام ما بقدرش فعلا ان انا اتنيها بتوجع بس بوجع. لا حضرتك تجنب انك تتنيها خالص. في بعض النصايح هنتكلم فيها. حضرتك تجنب انك تتنيها خالص. دايما وانت قاعد رجلك تكون مفروده. تانيه الرجل زياده عن 90 درجه بتخلي يحصل احتكاك شويه في الغضروف. فحضرتك دايما تصلي على كرسي معلش مؤقتا دي رخص ربنا عطاها لنا. نصلي على كرسي تمام. دايما نعمل كمالات ميه ساقعه مؤقتا لو في تورم او رشح. خلاص ما فيش ممكن نعمل كمالات ميه سخنه تمام. وثانيا والاهم اكيد دكتور العظام المتخصص كتب لحضرتك مضادات التهابات ومضادات تورم تمام. في الحاله دي بقى حضرتك بتلجا للعلاج الطبيعي. معايا يا استاذ عمرو؟ المداخله فصلت. تمام. ناخد مداخله كمان استاذ عماد. شكرا استاذ عماد. حاول تتصل بينا تاني. معانا دلوقتي صور يا دكتور للعمود الفقري عايزين. تمام. بقى نشرح عليها. تمام يا فندم. ونكمل كلام عن الغضروف وتأثيره. انت كنت بتقول ان هو بيأثر وبيسمع في مناطق تانية زي الرجل. تمام. في عوامل خطورة. عوامل خطورة يعني ممكن نقلق امتى؟ لو حد جالي بيشتكي من الألم لو هو سنه أقل من 15 سنة وفوق الخمسين سنة. تمام الصور معانا يا دكتور. تمام. دي طبعا عادات يومية خاطئة احنا بنستخدمها. يعني اللي بيتكلم في التليفون يحط التليفون في الإشارة اللي بالطرحة اللي بينام على جنبه وماسك التليفون ده عادة يومية خاطئة لازم نصلحها. يعني حضرتك شايفه الحمل نازل ازاي على كتفنا. طبعا بيحصل شد عضلي جدا في الناحيه الثانيه. تمام. فده بيعمل مع الوقت بيعمل التهابات في الفقرات وبيعمل شد عضلي مزمن جدا. تمام. ودي وضع مثلا واحنا قاعدين في البيت يعني ما ينفعش نقعد مقتبين. لازم نفرد ظهرنا. ظهرنا ما يكون مفرود بالوضع ده بنكون قاعدين مرتاحين. ولازم نقعد بزاويه قائمه 90 درجه وممكن نحط يعني فوطه او تكوى صغيره كده في اسفل الظهر بحيث ان احنا نكون قاعدين مرتاحين. تمام. ده وضع السواقه برضو نفس الكلام بالظبط. تمام. دي حاله كانت عندنا في المركز. الحاله دي حاله جميله جدا. بص حضرتك الحاله دي شايفه على الصوره اللي على الشمال ده. تمام. كان في اتب في العمود الفقري. الاتب ده دي يعني تقريبا كانت 17 سنه نتيجه المذاكره ونتيجه ان هي عادات يوميه غلط. نتيجة ان هي بتقعد على المكتب مكفية كتير. نتيجة شنطة المدرسة. انا كنت لسه هسأل حضرتك. هل شنطة المدرسة يعني من الاطفال من صغرها ممكن تسبب اتب ليهم او كده؟ زي ما حضرتك شايفة ده كان السبب. الحمد لله بعد العلاج الطبيعي اصبح صورة الاشعة اللي جنبها. يعني هو سهل ان هو يتعالج. بيتعالج علاج طبيعي فعلا يا فندم. لان في ناس كتير بتبقى قلقانة من الموضوع ده بيبقى عندهم. هي مشكلة الاتب ان هي بتأثر على الرقبة بتاعتنا وممكن تعمل صداع ودوخة وممكن تعمل تنميل في ايدينا. تمام. وممكن كمان تأثر على الرئة. يعني الرئة حضرتك طبعا الكيرف بتاع العمود الفقري بيكون ضغط عليها. لما يكون ضغط عليها الرئة ما بتنقبضش وتنبسط بصورة كافية. فدي بتعمل مشكلة طبعا. ممكن في صورة تانية برضو ده نفس الفكرة اتب. في حالة تانية عايزين نشوفها. ايوه الحاله دي. الحاله دي حاجه اسمها اللوردوزس. اللوردوزس ده اللي هو يعني الكيرف بتاع العمود الفقري من تحت زايد. الكيرف بتاع العمود الفقري من تحت زايد على الصوره رقم واحد. ده يعني دكتور العظام شخصها ان هي لازم تعمل عمليه. راحت لدكتور تاني عظام بعتها حولها لينا في المركز. بدات علاج طبيعي والحمد لله الحاله دي في 3 شهور استغنت تماما 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 عن العمليه. تمام. الحاله دي ممكن تحصل امتى؟ ممكن تحصل مع السيدات الحوامل. على فكره دي انسه سنها 19 سنه. دي ممكن تحصل مع الحمل، ممكن تحصل مع القعده الغلط. يعني يا دكتور الحمل ممكن ياثر على العمود الفقري؟ على العمود الفقري لان الحمل بيشد شويه العمود الفقري قدام. فبننصح ان احنا نمشي بعد الشهر الثالث.
من بعد الشهر الثالث ممكن نمارس المشي عشان نقوي عضلات ظهرنا تمام والاربطه وعضلات الحوض وعضلات البطن. حتى عضلات الحوض اثناء الولاده بيبقى فيه عضلات بتسهل الولاده جدا، ما يكونش فيه الم. تمام. اللوردوزس ده مشكله كبيره تمام، ليها عده عوامل. طبعا القعده الغلط، الموبايل الموبايل طبعا، دايما ان احنا بنبقى قاعدين نتفرج على التلفزيون في وضع مش مناسب، ممكن بعض التمارين الرياضيه الخاطئه بعد التمارين الرياضيه الخاطئه بتاثر جدا 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 على العمود الفقري. دي حاله برضو اتب، دي تقريبا سيده عندها 45 سنه. دي كانت جايه بتشتكي اصلا من الاساس، لو سمحت سيب الصوره دي لحظه واحده. لا ايوه، دي بتشتكي من الاساس ان فيها جايه لي ان هي بتدوخ كتير. بتدوخ كتير، مع الفحص لقينا في سبازم في العمود الفقري، وفي سبازم في في سبازم في الرقبه، وفي سبازم في العمود الفقري. فلما عملت الاشعه دي طلع منظر اللي هو على الشمال اللي هو فيه اتب، ده كان سبب الدوخه. الدوخه اختفت بعد ما عالجناها من يعني الحاجات دي برضو ممكن تسبب دوخه او عدم اتزان او كده. بالظبط بالظبط تمام. عايز اشوف الصوره اللي بعدها اللي حضرتك عرضتها. تمام، ده نوع تاني، حاجه اسمها سكليوزس. سكليوزس ده اللي هو العمود الفقري بتاعنا محني على الجنب. ده بقى شنطه المدرسه هي اللي بتعمله. شنطه المدرسه لما حضرتك الطفل بيشيل الشنطه على كتف واحد، ايه اللي بيحصل؟ ان الكيرف بتاع العمود الفقري بيميل، لان هو طبعا بيشيلها على كتف واحد. مش كل الاطفال بتشيلها على كتفين. وانصح ان احنا نشيل الشنطه لابننا، مفيش مشاكل خالص، مش عيب ولا حرام. نشيل الشنطه بتاعت ابننا واحنا ماشيين نوصله، نديها له عند باب المدرسه بس. طب لو هو مضطر ان هو بنفسه اللي يشيل الشنطه، ازاي يشيلها بطريقه صحيحه؟ تمام، يشيل الشنطه بطريقه صحيحه ان احنا نشيلها على الكتفين، نشيلها على الكتفين، طبعا نحط فيها الحاجات المهمه بس. ما نحطش حاجات، يعني في ناس بتاخد معاها جدول الاسبوع كله. كل تمام؟ الكتب والكشاكيل. كل الكتب، وبيتفخر ان هو شايل شنطه قد كده، والاهل بيقول لا ده ابني رايح شايل قد كده، لا طبعا، ادوا له الحاجات المهمه. ادوا له الحاجات المهمه بس في الشنطه، وطبعا يكون من ضمن الحاجات المهمه الفاكهه. تكون في ازازه ميه، علبه لبن او زبادي، تمام؟ فهو ياخد الحاجه المهمه بس معاه. تمام؟ ولو يا ريت يكون في شنطه اللي هي بتتجر بايدينا دي، تخف الحمل شويه على العمود الفقري بتاعنا. دكتور الوقت جري مع حضرتك بسرعه، بس قبل ما انهي معاك عايزه في الاول نصيحه لمريض السمنه وازاي يقلل من وزنه عشان يحافظ على جسمه بعد كده. تمام، مريض السمنه ده مريض غلبان جدا. يعني هو اكتر شخص في الحياه مكتئب. يجي يلبس مش عارف يلبس، للاسف يعني نظره الناس ليه بيكون مزعلاه جدا، هو نفسيا بيكون متاثر. فحضرتك نصيحه بس، امشي كتير، حافظ على مواعيد الاكل، حافظ على مواعيد النوم، خلي مقياسك مش الميزان، خلي مقياسك لبسك. يعني ممكن حضرتك تجيب حاجه من ايام زمان مثلا بقى لها سنتين ثلاثه، علقها وخليها مقياس ليك، ولما حضرتك توصل لها البس حاجه ثانيه اضيق. يعني عندنا ناس حقيقي فعلا لبسوا بدل الخطوبه وبدل الفرح وسنهم كبير جدا. دكتور انت نورتنا وشرفتنا النهارده، واستفدت انا على المستوى الشخصي، استفدت من حضرتك جدا. شكرا يا استاذ. واتمنى المشاهدين يكونوا استفادوا من حضرتك. شكرا يا استاذ. مشاهدينا وبكده تكون خلصت حلقتنا، استنونا في مواضيع تانية كتير مهمه. عياده الصحه، اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله.